بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أجر الطاولة. ماشي الحال؟ يلا اذا بتطلع لي كلمه مداخله بالدرس، مش ما حدا يكتب اجر الطالب. اسال الله تعالى ان يرزقنا حسن النية. واحد سبحان الله بصم كتاب هيك حفظه وطلع على المنبر عم يخطب عم يقرا بالكتاب، قرا البسملة والحمد لله وفات بالكتاب وقرأ، وآخر شيء قال طبع في دار كذا، حافظه غيبا كله بس ما دار كذا النشر يعني والتوزيع. فإذا كلمة إجر الطاولة ما لها علاقة بالدرس. وصلنا إلى الحديث الحادي عشر، تفضل حبيبنا محمود. قال المؤلف رحمه الله: عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه من حيث اللغة معناه الفهم، يفقهه يعني يفهمه، هذا معنى يفقهه في الدين، يجعله فاهما لأمور الدين، مش بس يحفظ لكن يفهم. الفهم أمر مهم، الذي يعطى الفهم السليم أعطي خيرا كثيرا. نعم. وإنما أنا قاسم والله يعطي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما أنا قاسم، وإنما أنا قاسم، معناه أنا أقسم بينكم، يعني عندما ينزل علي الوحي، هذا الوحي الذي ينزل علي أقسمه بينكم، أبلغكم هذا الوحي من غير تخصيص، هذا العلم أقسمه بينكم قسمة عدل، معناه أنا أبلغ العلم، أنا أجعل العلم بينكم، أعطيكم أبلغكم هذا العلم جميعا، لا أخصص فلانا دون فلان. والله يعطي، يعني يعطي ماذا؟ يعطي الفهم. لما يجلس الناس في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون منه، الكل يسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم يبلغه للكل. ثم بعد ذلك تختلف الأفهام، أفهام السامعين، ما يفهمه هذا قد لا يفهمه الآخر. والله يعطي الفهم لمن يشاء. الله تعالى يعطي فلانا فهما واسعا، وهذا يعطيه فهما قليلا، لأنه سبحانه قسم الأفهام كما قسم الأرزاق. هذا لا يصله إلا الرزق الذي شاءه الله له، كذلك لا يصله إلا الفهم الذي شاءه الله له. فإذا وإنما أنا قاسم، أنا أقسم بينكم تبليغ الوحي من غير تخصيص. والله يعطي يعني لمن يشاء سبحانه، نعم، يعني يعطي الفهم. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. ولن تزال هذه الأمة قائمة، يعني الجماعة، المراد الجماعة،
قائمة على أمر الله، يعني على دين الحق، على أمر الله يعني على دين الحق، جماعة المسلمين السواد الأعظم يثبتون على العقيدة الحقة. نعم. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله، حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، معناه الإسلام يبقى في الناس إلى أن يأتي أمر الله. معناه لما نقول الإسلام يبقى في الناس يعني يبقى إيش؟ مسلمون، معناه يبقى مسلمون حتى يأتي أمر الله. آخر مسلم يموت قبل يوم القيامة بكم؟ بمئة عام. إذن حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي إيش؟ الريح الطيبة التي تأتي تأخذ تأتي من تحت آباط المسلمين، هذه الريح اللينة تدخل تحت آباط المسلمين فتقبض أرواحهم. هذا الإسلام يبقى بين الناس حتى تأتي تلك الريح الطيبة من تحت آباط المسلمين الذين كانوا لا يزالون أحياء في ذلك الوقت، فيموتون فلا يبقى إلا شرار الناس، وهذا من علامات الساعة الكبرى. فإذا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي فيه؟ في أول الأمر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا فيه حث على التعلم والتعليم، أن تتعلم دين الله وأن تعلم غيرك وأن تتعلم من أهل العلم، أن تتلقى العلم من أهله وأن تحصله مشافهة بالتلقي، يعني أن تسمع من العالم الثقة ليس بالانكباب على قراءة الكتب، ليس بتصفح صفحات الإنترنت، إنما بالأخذ مشافهة من أفواه الثقات الذين أخذوا علمهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يعلم أنه ليس كل إنسان تصدر باسم التدريس يكون مؤهلا إلى أن يأخذ الواحد منا منه العلم، إنما العلم يؤخذ من أهل المعرفة من الثقات، من أهل العلم الثقات. فما فيك تسأل من مكان بأمور الشرع، ما فيك تسأل من مكان. إذا كان بأمور الدنيا ما بتسأل من مكان، بأمور الدنيا عندك مشكلة كهرباء تروح بتحكي مثلا مع لحام فيها، ما بتحكي مع لحام وما بيعرف الكهرباء شاطر اللحمة. إذا كان هذا الأمر بأمور الدنيا بعلوم الدنيا، في ناس الله تعالى أعطاهم فهما بأمر ولم يعطي غيرهم هذا الفهم، فليس كل إنسان تصدر باسم الطب مثلا نذهب إليه، أو تصدر باسم الهندسة تعال جيبوا هندستي بدي أعمل بنية بدي كذا شوف قدي بدي أساسات، قطوا على البنية على رأسك وعلى رأس الناس اللي حسكنوها لأنه هذا المهندس ليس أهلا. فإذا هذا معنى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو جلي بين واضح، بس شو في العمل بده الواحد يعمل، بيسمع وبكيف وبقول الله الله وبطيب لك، بس عند العمل كثير منهم لا يعمل، كثير منهم لا يعمل. وصدق رسول الله، لا شك صدق رسول الله،
يا أخي إذا أنت تعتقد أن النبي صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى، لما لا تعمل بكلامه؟ لما تقصر؟ الله تعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل. عن أسماء رضي الله عنها. بالأول لما قال عن معاوية، من معاوية؟ معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان لأنه صحابي وهو عدل في الرواية، كل الصحابة عدول في الرواية. نعم. عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. نعم. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء: فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما، قالت أسماء. فيقول: الشك ممن؟ مين اللي شك؟ ها؟ لا، مين اللي قال لا أدري أيهما، قالت أسماء؟ من يروي عنها؟ قبل الأول الراوي، الراوي إيه، مش أسماء شكت، يعني الذي سمع من أسماء شك هل قالت أسماء كذا أم قالت كذا. نعم. فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا أن كنت لموقنا به. قد علمنا إن كنت، إن كنت إن كنت. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما بحديث سؤال الملكين، شو إن كنا نعلم أنك لتقول ذلك. نعم. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قال أي ذلك، قالت أسماء. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. نرجع. عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. أسماء هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها الصديق، تروي تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه. ما معنى الثناء على الله؟ المدح، المدح لله. ثم قال: ما من شيء، ثم قال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. إلا رأيته، ليس رؤيا منامية، ليس توهما،
إنما هو رؤية عين حقيقية حقيقة هكذا. ما رآه رآه حقيقة عيانا، وهذا بفضل من الله تبارك وتعالى. تفضل الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فرأى ما أراه الله، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، في مقام كان يصلي عليه الصلاة والسلام. كان واقفا داخل المسجد، داخل مسجده عليه الصلاة والسلام، قال حتى الجنة والنار، وأنا في هذا المقام رأيت رؤية حقيقية حقيقية، ما أراني الله حتى رأيت الجنة والنار، حتى الجنة والنار. شو عندكم محركة؟ طيب، يصح حتى الجنة والنار، ويصح حتى الجنة والنار، ويصح حتى الجنة والنار، يجوز فيها الحركات الثلاث. ففي مقامه الذي كان فيه الله عز وجل أطلعه، أراه الجنة والنار، ولا يعجز الله شيء، الله قادر على كل شيء. وهذا فيه بيان شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تفتنون معناه تمتحنون، تختبرون، الاختبار والامتحان. شو هو الامتحان في القبر؟ السؤال، السؤال. هذه الأمة، العلماء قالوا سؤال القبر خاص بهذه الأمة، سؤال القبر، سؤال الملكين يعني في القبر خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. تمتحنون في قبوركم يعني تسألون، تختبرون، مثل أو قريب فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. الذي روى ذلك أو التي روت ذلك عن السيدة أسماء بنت أبي بكر هي فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر. وأسماء جدتها، وأسماء جدتها. فاطمة بنت المنذر شكت، ماذا روت لي أسماء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال النبي كذا أم قال كذا؟ قالت لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. الشك من الراوي. مثل فتنة المسيح الدجال أو قريب فتنة المسيح الدجال، أيهما الذي قالته أسماء؟ والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أننا أو أنكم يعني في المخاطب تمتحنون وتختبرون، تسألون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا، شيء قريب من فتنة المسيح الدجال. وانتوا سامعين شو فتنة المسيح الدجال، أي اختبار وأي امتحان وأي فتنة، فتنة الدجال. طيب إذا كان نسأل في قبورنا مثل أو قريب فتنة المسيح الدجال، يعني قديش عظيم يكون هذا الاختبار، يعني تختبرون اختبارا عظيما في قبوركم. النبي شبهه
هذا الاختباء بفتنة المسيح الدجال. امتى بدك تحضر الجواب لذلك السؤال؟ امتى بدك تحضر هذا الجواب؟ ما بدك تحفظه، الجواب اللي بدك تذكره ما بدك انه بس انه هلا تحفظه بالدنيا، اذا نزلت على القبر انا حافظه، لا، هذا بده يكون سيرة حياتك، هذا بده يكون عملك، لانك تخبر ما كنت تفعله في الدنيا. ما في تزوزق الجواب وتستعمل مثلا البديع والعبارات الطنان الرنان، بدك تجاوب ما كنت تفعله في الدنيا، ما كنت تقوله في الدنيا. فشوف شو بدك تعمل بالدنيا حتى إذا مت ودفنت وجاءك الملكان، أي جواب ستجيب على ما يسألان؟ كما أن فتنة الدجال شديدة، كذلك فتنة القبر شديدة. لما يظهر الدجال هذا الأعور، عدد من الناس يقعون في فخه، يقعون في شركه، في شباكه، فيلتحقون به، يصدقونه، يتبعونه، فيقعون في الضلال والعياذ بالله. يرون من هذا الدجال الذي يدعي الألوهية، يرون منه بعض العجائب، فيصدقونه ويؤمنون به ويتركون الإسلام، يفتنون به فتنة شديدة شديدة شديدة، يتركون الدين، بعضهم يترك الدين لأجله، نعوذ بالله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه سيكون هناك امتحان واختبار في القبر. ما في هيك هيك ومرق لي ولا مرق لك، ما في. يقال: ما علمك بهذا الرجل في القبر؟ يسأل الشخص، هذان الملكان الكريمان منكر ونكير يسألان الميت: ما علمك بهذا الرجل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن أو الموقن، المعنى واحد لكن الشك حصل من فاطمة، لا أدري أيهما، قالت أسماء، فيقول هذا الميت المؤمن: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المراد بالمؤمن المؤمن الكامل، المؤمن الكامل الذي كان في الدنيا يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات ومات على ذلك. هذا يجيب وقلبه مطمئن، لا يدخل قلبه فزع وخوف كما يحصل لغيره، لا يفزع ولا يخاف، الله يثبته للجواب وهو في حالة اطمئنان. فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه. هو محمد، يقولها ثلاثا، هو محمد، هو محمد ثلاث مرات يجيب، فيقال: نم صالحا، نم صالحا، يعني نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نم صالحا يعني نم منتفعا بأعمالك، أعمال اللي عملها أنت بالدنيا، نم منتفعا بأعمالك، قد علمنا إن كنت لموقنا به. إن بكسر الهمزة ويجوز بفتحها، ويجوز بفتحها.
قد علمنا إن كنت لموقنا به. يعني معناه قد علمنا إيش؟ من أين؟ قد أطلعنا الله تعالى على ذلك. قد علمنا معناه قد أطلعنا الله على ذلك. نحن نعلم بما أعلمنا الله إنك مؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حال المؤمن الكامل. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، كمان الشك من فاطمة. وأما المنافق أو المرتاب، المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، المرتاب هو الشاك في الإسلام، الشاك في الإسلام، يعني الكافر. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والشاك في الإسلام يعني الكافر المعلن. لما يأتي الملكان لهذين يسألانهما في القبر، الواحد من هؤلاء يقول لا أدري، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، معناه لا يجيب. المؤمن الكامل شو بيقول؟ محمد رسول الله، آمنا به واتبعناه، جاءنا بالهدى. وأسماء، قلنا مين فاطمة؟ حفيدة أسماء، ما هيك؟ وأسماء بنت أبي بكر أختها السيدة عائشة، أختها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين. تزوجها الزبير بن العوام بمكة وطلقها بالمدينة. مين ابنها؟ إذا كانت زوجها الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير، لما قتل عبد الله بن الزبير وصلب وجاء أسماء، وكانت من أعرف الناس بتعبير الرؤيا، وأبوها كان أيضا، وابنها عبد الله أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين في المدينة المنورة، أول مولود للمهاجرين في المدينة هو عبد الله بن الزبير، ولد بعد 20 شهرا من الهجرة. ولدته أمه بقباء، وأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعه في حجره ودعا بتمرة فمضغها ووضعها في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن الزبير صواما قواما، يعني يصوم تطوعا لله،
يقوم الليل وصولا للرحم لا يقطع الرحم، كثير التعبد، كان يطوي 6 أيام. شو يعني يطوي 6 أيام؟ لا يأكل، يبيت طاويا من غير طعام، وكان يطيل السجود حتى إن الطير كان يسقط على ظهره يظنه جدارا. كنقر الديك يلا ده من يعني من طول سجوده كان الطير يحط على ظهره يظنه جدار لثباته وخشوعه واستغراقه في الصلاة. وكان يصلي في الحجر، حجر إسماعيل، هذا بعد ما كبر وبويع له بالخلافة وحاصره الحجاج وصار يرمي عليه المنجنيق، الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق. كان يصلي في حجر إسماعيل والمنجنيق يصوب فوقه ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أي دم الحجامة، ليهريقه، يعني ليسكبه في مكان، فشربه. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويل لك من الناس وويل لهم منك، ويل لك من الناس وويل لهم منك. الواحد بيقرأ أن النبي قال لعبد الله بن الزبير ويل لك، وما أخذ بالتلقي معنى هذا الحديث، قد يذهب فكره إلى أشياء بعيدة، أن النبي يدعو له أو يحذر منه أو يذمه، لا. ويل لك من الناس وويل لهم منك، ويل لك من الناس يعني ويل لك من الحجاج ابن يوسف لأنه قاتلك، هذا معناه. ويل لك من الناس أي ويل لك يا عبد الله من الحجاج ابن يوسف لأنه قاتلك سيقتلك، وويل لهم منك أي ويل للحجاج بالعقاب الذي يناله على قتلك، بالعقاب الذي يناله على قتلك. عاش عبد الله بن الزبير حتى قتل على يد الحجاج، ثم صلب بعد أن قتله صلبه. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما خلصنا شرح الحديث، إن شاء الله نكمله غدا. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.